حلقة من هذا البرنامج، وأسأل الله جل وعلا أن تكون أوقاتنا كلها عامرة في طاعة الله جل وعلا. رجل كان عبدا فقيرا رث الهيئة، مسكينا من نظر إليه ربما احتقره، أشعث أغبر، وكان يعيش في بلاد تسمى النوبة في جنوب مصر، في من سودان أهل مصر، وكان رجلا أفطس كبير الشفتين قصيرا، وكان مشقق الرجلين، يعيش حاله حال الناس. لكن الله عز وجل قذف في قلبه علما كبيرا، حتى اختلف الناس من قبل هل هو نبي من الأنبياء أم هو عبد صالح، وجمهور العلماء على أنه عبد صالح من أعبد الناس في زمنه، وأعطاه الله حكمة وملأ قلبه علما. من هذا الرجل؟ إنه لقمان، ويلقب بلقمان الحكيم. فانظروا إلى بعض آثاره وحكمه، وانظروا إلى موقفه مع ابنه كيف رباه وكيف تدرج معه. لقمان سمى الله عز وجل سورة في القرآن باسمه لعظم شأنه، رب أشعث أغبر، ذي طمرين، يعني لا ملابس لا شكل لا وجه، لا مسكين فقير الناس تحتقره، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. لو قال والله يا رب لا يحصلن كذا، الله يفعل له ما يريد، لأن الأمر ليس بالمظهر، والأمر ليس بالشكل، والأمر ليس بالملابس اللي يلبسها الإنسان أو بلونه أو باسمه أو بأصله وفصله، لا يا جماعة، الأمر بقلب إذا صلح مع الله وقوت علاقته مع رب العزة صار وليا من أولياء الله، ومن عادى وليا فقد آذنته بالحرب. بل يتدرج الإنسان في العبادة حتى يصير، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من هؤلاء؟ إنهم أولياء الله في الأرض، وإن لم يكونوا أنبياء. الأنبياء هم أولى الناس بالولاية، لكن قد يكون الرجل ليس بنبي لكن وليا لله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يوم من الأيام لقمان الحكيم كان عبدا عند مولاه، طلب منه مولاه أن يذبح له شاة، ذبح الشاة، فقال له مولاه وهو يسلخها، قال أخرج لي أطيب مضغتين فيها، أطيب مضغتين من الشاة طلعها. فقطع اللسان وقطع القلب، استخرج القلب وأعطاه إياها. قال ما هذا؟ قال اللسان والقلب. مرت الأيام، قال سيده للقمان يا لقمان اذبح لي شاة. بعد أيام فذبح له شاة، فقال له سيده أخرج لي أخبث مضغتين فيها. المرة الأولى شنو قال له؟ أطيب مضغتين وطلع اللسان والقلب. الآن قال له أخرج لي أخبث مضغتين في الشاة، فأخرج لقمان اللسان والقلب وأعطاه لسيده. قال ماذا تفعل؟ طلبت منك أطيب مضغتين فأخرجت اللسان والقلب، وطلبت منك أخبث مضغتين فأخرجت اللسان والقلب. قال نعم، هما أطيب مضغتين إذا طابتا، وهما أخبث مضغتين إذا خبثتا. ولقد آتينا لقمان الحكمة. كان ما يتكلم، كثير الصمت، لكن إذا تكلم كلامه حكم، لا ينطق إلا بالحكمة إلا بالعلم. في بعض الآثار والله أعلم بصحتها أنه خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، قال أخاف ألا أكون أهلا للنبوة، إن صح الخبر. لكن الناس كلها تسمع بلقمان،
والكل يعرف أنه أحكم أهل زمانه، ترقى في العبادة وفي العلم والحكمة، حتى يوم من الأيام رآه رجل قال: ألست أنت الذي كنت عبدا لفلان؟ قال: نعم، أنعم الله علي، يعني بهذا الدين والعلم والحكمة. قال: بما؟ قال: بطول الصمت. قال: عفي لساني وغضي بصري وتركي لما لا يعنيني. شوف رأس الحكمة، رأس الحكمة: ما أتكلم إلا بالخير، ما في شيء زين أقوله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: وغضي بصري، لأن الإنسان اللي طالع الحرام الله ينزع الحكمة والفراسة والنور من قلبه، خلاص يصير إنسان سفيه اللي طالع الحرام والنساء والمحرمات، حتى الحكمة اللي على لسانه الله يسحبها منه. قال: عفي لساني وغضي بصري وتركي لما لا يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعنيه. عنده آثار كثيرة وحكم عظيمة هذا الرجل الذي لقب بلقمان، حتى أنه كان يقول للناس: تعلموا العلم لا لتجادلوا به العلماء أو تماروا به السفهاء. وكان يوصي الناس، يقول لهم: اجلسوا مجالس العلماء فإنهم إما أن تستفيدوا منهم علما أو تنزل عليكم الرحمة ولا يشقى بهم الجليس. أو كما قال: كان كلامه قليلا لكنه كان عظيما. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أي أن الله عز وجل جعله شاكرا لله على هذه الحكمة. يوم من الأيام، وكان كثيرا ما يعظ ابنه، كان عنده ابن وكان يحرص على أن يربي هذا الابن. بعض الناس عنده أولاد ما يهتم فيهم، عنده أولاد الله أعطاه ولد، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، لكن الوالدين ضيعوا أبناء هذا الزمن. أكثر الآباء اليوم والأمهات ضيعوا عيالهم. شنو قاعد ينصح عياله؟ حاط لهم جهاز تلفزيون وكل القنوات الفضائية، شوفوا اللي تبون، كمبيوتر دخلوا وين ما تبون، يعطيهم الفلوس وروحوا وين ما تبون تروحون. عمره ما جلس مع عياله ينصحهم، يعظهم، يذكرهم. الأولاد الصغار شعرفهم بالحياة، اشترهم، ما عندهم خبرة، ما يعرفون الصح من الغلط، ما يعرفون الحلال من الحرام. إذا أبوهم ما يعلمهم، من سيعلمهم؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، كان عنده مواعظ لولده. أول شيء وعظ لقمان ابنه فيه، تتوقعون ما هو؟ أعظم أمر، أعظم أمر في الوجود أن يعلم الإنسان فيه ابنه، أعظم حق لله عز وجل على عباده. وما هو؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. صدق لقمان والله. أول شيء يا بني، إذا أردت أن تنجو من عذاب الله عز وجل كن موحدا، لأن الشرك ظلم عظيم، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. قد يأتي الإنسان يوم القيامة موحدا عند معصية، عند ذنب، فيغفر الله عز وجل له. لكن لو كان من أحسن الناس خلقا وهو مشرك فإنه لا ينفعه عند الله أبدا. إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة عليه حرام، المشرك ما في جنة. ولهذا بدأ لقمان مع ابنه: يا بني، أهم شيء التوحيد، يا بني لا تشرك بالله، يا بني إياك، إياك والشرك، لأن أشركت ليحبطن عملك، لا صلاتك راح تنفعك ولا عبادتك راح تنفعك. شوف الأب كيف ينصح ابنه. في آباء اليوم
إلا من رحم الله، يجلسون مع أبنائهم يحذرونهم الشرك، يعلمونهم أنواع الشرك علشان ما يقعون فيها. أين الآباء اللي يدرسون أبنائهم اليوم التوحيد وأركان التوحيد وأسس التوحيد علشان ابن ينجو يوم القيامة من العذاب؟ وين الآباء اللي خايفين على عيالهم؟ ترى الطفل وهو صغير يتعلم، لكن إذا كبر صعب. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، والحفظ في الصغر والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. علم أولادك، لا يكون ولدك ضايع يوم من الأيام تشوف ولدك لابس خيط تقول له شنو هذا الخيط يحميني؟ يا الله، ولدك وقع بالشرك وأنت ما تدري، ولدك حاط له خرزات تحميه من العين وأنت ما تدري، ابنك يذهب إلى كاهن وعراف وساحر، من المجرم؟ أبوه اللي ما علمه. أول شيء علم لقمان ابنه لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم استرسله بالنصيحة شيئا فشيئا. أعظم شيء في العبادة شنو بعد التوحيد؟ يبي يعبد الإنسان ربه. أعظم العبادات ما هي؟ الصلاة. فبدأ له بالصلاة. يا بني أقم الصلاة، ما قال يا ولدي صل وبس، لا، صلي صلاة صحيحة، أقم الصلاة، صلي صلاة التي يقبلها الله منك يا بني. من منا اليوم يربي أبناءه على الصلاة؟ لقمان ربى ولده، لقمان الحكيم، بعد ما علم ولده التوحيد علمه الصلاة. شلون نعلم عيالنا الصلاة؟ وماذا نفعل معهم؟ وأين حرص الناس اليوم؟ وكيف تدرج لقمان مع ابنه بالنصيحة؟ وما هي حكم لقمان رحمه الله ورضي الله عز وجل عن هذا الرجل الذي سمى سورة في القرآن باسمه؟ وما هي الدرر التي علم فيها لقمان ابنه قبل الصلاة؟ علمه على شيء سوف نخبركم به. قبل أن علم ابنه على الصلاة علمه على أمر مهم، وهي قضية إيمانية عقائدية مهمة. فما هو هذا الأمر الذي علمه لقمان ابنه؟ خلكم ويانا، نرجع إليكم بإذن الله لكن بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها قد سطرت، قصص روائعها يشع سناها. في يوم من الأيام جاء ابن لقمان الحكيم إلى أبيه لقمان فسأله سؤالا، السؤال كان يعني فيه نوع يعني من الضعف، كيف يسأل ابن لقمان هذا السؤال؟ قال يا أبي، وكانوا في سفينة في البحر، قال يا أبي لو رميت هذه الصخرة في البحر الآن وهذه الأمواج المتلاطمة أيعلم عنها الله عز وجل؟ صخرة وتطيح في بحر وفي ظلام الليل أيعلم عنها الله؟ فقال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، يعني مو بس بالبحر، لو داخل وسط الصخرة وحبة خردل، حبة صغيرة تكون داخل في جوف صخرة. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني في باطن الأرض، يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لطيف يعني ما دق من الأشياء لو ذرة ذرة يعلمها الله عز وجل. مو بس يعلمها يا بني، سيأتي بها يوم القيامة. لا تقول أنا فعلت في مكان كذا، سكرت الباب على نفسي وفعلت كذا وكذا، ما حد رح يراني. لا تقول أنا في بطن البحر سأعصي الله ولن يراني. لا تقول أنا في صحراء مظلمة ولن يراني الله. يا بني، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح. شوف الحكم الآن التي يغرسها لقمان في قلب ابنه، أنه يا بني راقب الله جل وعلا. والله لو كنت داخل صخرة، والله لو كنت في السماوات، لو كنت داخل الأرض، ليأتي الله بك وبأعمالك ويعلم الله بك
وبحبة خردل صغرت أم عظمت يا بني إنها إن تك مثقال حبة حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. علموا عيالكم مراقبة الله عز وجل، إن ما يخفى عليه شيء، عيالكم مو دائما أمامكم، عيالكم عند الكمبيوترات، عيالكم أمام التلفزيون، عيالكم في المدرسة، عيالكم في الشوارع، عيالكم في الأسواق، عيالكم يسافرون يوم من الأيام، أنت ما أنت على طول معاه وتراقبه. علم ولدك أن الله عز وجل يعلم ومطلع، يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع دبيب النملة عليها. الله يعلم كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة، علم ولدك، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هكذا لقمان كان يعلم ولده. بعد مراقبة الله علم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. من منا يعلم أولاده اليوم الصلاة وهم 7 سنوات؟ من منا يدربهم 10 سنوات يشد عليهم؟ من منا يأخذ ولده معه إلى المسجد، شافه يصلي غلط، تعال يا بني هذه ما هي صلاة، أقم الصلاة، صل صلاة صحيحة، ركوعك غلط يا بني، سجودك غلط يا بني. من منا جلس مع ولده يسمع للفاتحة وقصار السور وإيش يقول ولده في السجود؟ من منا حفظ أولاده التحيات لله؟ من منا فعل ما كان يفعل لقمان الحكيم؟ يا بني أقم الصلاة. إذا أولادك ما يصلون أنت كن أول المصلين، عيالك راح يصلون معك. أيقظهم من النوم، لا تقول مساكين تهم نايمين، لا تنسى تذكيرهم مع كل صلاة يتعودون إذا كبروا بإذن الله. لا تقل مليت سنة وسنتين عودتهم ما تعودوا، لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر، مو بس اصبر واصطبر، شدة الصبر. عليك بالدعاء، إبراهيم كان يدعو، الخليل عليه السلام كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لقمان حرص على صلاة ابنه. ثم بعدها توحيد، مراقبة الله، صل، وإذا شفت غلط لا تسكت. شوف الحكمة الآن، يعلم ولده، يا ولدي ترى إحنا عندنا الغلط غلط والصح صح، وأمر بالمعروف، شجع الناس على الخير، كن داعية، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. شوفوا اليوم هجوم البشرية على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لأنهم أغبياء، لأن حكمة ما في قلوبهم، لكن سيد الحكماء في ذلك الزمن بعد الأنبياء لقمان الحكيم علم ولده، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لا تقول أنا صغير، ما عليك، بالأدب، بالأخلاق، بالتعامل الحسن، بالحكمة، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لكن كأن لقمان يعلم أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الناس ما راح تسكت عنه، الناس ما راح تخليه، الناس راح تعارضه، راح تتكلم عليه، راح تعانده، راح تؤذيه، راح تسبه. ولهذا قال بعدها وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. راح تجيك ابتلاءات، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر على العبادة وعلى دعوة الناس من أهم الأمور ومن أعلى الأمور ومن عزم الأمور. فيا بني اصبر، يا بني تحمل. من منا اليوم يجلس مع أولاده إذا رأهم يصلون يبدأ معهم في سبيل الدعوة إلى الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ من منا يربي أولاده على أن يا ولد، يا بني، يا بنتي، ترى إحنا دعاة، إحنا إذا شفنا الناس مقصرين عن المعروف أمرناهم به، وإذا رأينا الناس يفعلون المنكر نهيناهم عنه،
أو على الأقل ما نجلس، إما أن ننكر باليد إذا استطعنا، ما استطعنا باللسان، ما استطعنا نفارق هذا المجلس. يا بني لا تجلس مجلسا فيه منكر فإنك تشاركهم به، حتى لو لم يكن القلب راض قم ولا تجلس في هذا المجلس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تخيل هذا الرجل الفقير المسكين ينصح ولده، والله يقص علينا قصة نصيحته لولده. شوف الرجل مو أي إنسان هذا. ثم قال له بعد هذا: توحيد، مراقبة الله، معرفة أسمائه وصفاته، الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعدين يا بني أهم شيء أخلاقك مع الناس، تعاملك مع الناس. ما يكفي أنك موحد مصلي داعية وأخلاقك سيئة، إيش يستفيد الناس منك؟ يا بني أخلاقك. ولا تصعر خدك للناس. بعض الناس متكبر دائما يلتفت، الناس تكلمه ما يطالعها، متكبر. تصعير الخد أن الإنسان يلتفت وما يطالع الناس لأنه شايف عمره، شايف روحه. والكبر بطر الحق وغمط الناس، أنك ترد الحق من الناس وأنك تحتقرهم. بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يعني لا تمشي متكبر كنا ما حد راكب سيارة مثلها غيرك. شنو يعني سيارة؟ ما حد لابس اللبس إلا أنت، ما حد حصل الشهادة إلا أنت. شنو يعني عندك كم بيزة وعندك فلوس وساكن هالبيت وأنت ولد فلان ويعني وخير إن شاء الله، أنت ولد لقمان وخير إن شاء الله. لا تصعر خدك للناس. أنا الله ما أوصلني لهذه المرتبة إلا بتواضعي. يتواضع الإنسان لله فيرفعه الله جل وعلا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا كبرا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله ما يحب هذا الإنسان المتكبر، الله يبغض المتكبرين. المتكبر يأتي يوم القيامة مثل الذر، مثل النمل يطأه الناس في المحشر. فإياك والكبر يا بني، كن متواضعا، كن خلوقا، احترم الناس. ما عليك اللون والشكل والنسب والأصل والفصل، احترم خلق الله عز وجل. ثم قال له: واقصد في مشيك. حتى مشيتك كن معتدلة، مو سريع ولا بطيء متماوت. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. لا ترفع صوتك على الناس، تصارخ على هذا، ترفع صوتك على هذا وتصرخ في الأسواق، سخاب في الأسواق. لا يا بني، خل صوتك معتدل، مشيتك معتدلة، احترم الناس وكن معتدلا متوسطا في مشيك وفي كلامك. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني لو صرخت صراخا طوال اليوم والليلة ما راح تصير أحسن من هذا الحيوان. هذا حيوان يرفع صوته وبعدين يبقى على ذله وعلى مهانته. يعني لما رفعت صوتك وصرخت على البشر وأهنت هذا وصرخت على هذا، استفدت شيء؟ ما استفدت شيئا. ترى أنكر الأصوات صوت الحمير. فانتبه يا بني، كن خلوقا مع الناس. علاقته مع الله، علاقته مع نفسه، وعلاقته مع البشر حكم من لقمان. لقمان الحكيم قصة وأي قصة، تاريخ وأي تاريخ. كلما مررنا على سورة لقمان نتذكر الحكمة. لا علاقة لها بلون الإنسان ولا بأصله ولا بفصله، فإن الله عز وجل رفع أقواما وخفض آخرين. أكرمكم عند الله أتقاكم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.